ولا نزال، بس هو ده يظل ما سمعكم دكتور سيد رئيس وزراء ياخذ حكي منين غير من مستشاري والاجهزه الامنيه. اذا الاجهزه الامنيه تقول لها هاي البحيرات تدعم الارهاب وهي اكو قضيه نقص ماء، اي بس هذا السودان وهذا مو اي رئيس وزراء، هذه تدعم الارهاب، شو يسووا؟ ردموها. تعرفين من ردموا هسه البحيرات قطره واحده ما نزلت الدجله؟ وش هي مبازل ويابسه. سيد رئيس الوزراء سمع منكم ان هنالك تخادم بين الاجهزه الامنيه او البعض من افراد الاجهزه الامنيه وبعض الارهابيين؟ سيد رئيس الوزراء سمع من عندنا بالبدايه واتفقنا انه ننطي الموسم تحذير، ترى هسه هذول الطلايب مالتهم على ايش يريدون؟ خلينا نخلص الموسم مالنا سد ديون وهجوم بيوتنا، خلي نطلع من البيت عود اردم البيت، مو تردم على هلا، خلي يطلع الموسم عود تعال اردم، اروح القيدي سبوبه انطيني فرصه اشعار اشعارين، اروح القالي رزق اخر، انا رجال فلاح والزراعه وقفت مالتي استخدمت هذه، انطي لكل فلاح 5 دونم بضوابطها بتفتيشها بعزاها باسخاف. دوله قاصره على ان تحل، هذا مو حل. دولة اذا مطلوب من الدوله دائما ان تعطي حلول مو تسوي مشاكل، الان الدوله هي اللي تسوي مشاكل. واحنا بدنا نطالب بالحلول. احبطكم السوداني. يعني بهذا الموقف غير؟ انا احكي عن مواقف الطارميه بالذات. عمي مو بس هذا مليون استصراح في ملف الطارميه. شوفي بالمباشر بالواتساب بالمستشارين بالاصدقاء استعنا، ماكو اقول استعن بالاصدقاء كذا، ماكو نتيجه. ماكو نتيجة، معلومات مضللة انه ذولا كلهم ارهابيين وذولا داعمين للارهاب.